حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى. أكيد وصلنا وياكم إلى فقرة هلا بالضيف. شو تقولين؟ لا أصبح عليهم طبعا بالتأكيد يا عائشة، أكيد هم أصبح عليهم. ومثل ما ذكرت وصلنا لفقرة يا هلا بالضيف. أي طبعا اليوم راح نحكي لكم عن موضوع المكياج. بس تقول أنت شنو علاقتك بالمكياج؟ بس اليوم إحنا راح نتحدث بهذا الموضوع بشكل مباشر، لأن يكون أنه هذا الأمر يمكن ما متعلق فقط للسيدات، كذلك يمكن حتى اليوم الرجال، وخصوصا نتحدث على مجال السينما اليوم، حتى السينما والتلفزيون. وممكن يكون بعض الاشخاص ممكن يخلون بعض من الميك اب اذا كان على مستوى الرجال اللي يعانون مثلا من مشاكل تكون بشرتهم. فاجمل المكياج ليس حكرا على المشاهير وليس السر في مستحضرات التجميل، انها باهظه الثمن او تقنيات التي لا يتقنها الا القليل من الناس. فاجمل المكياج يمكن تطبيقه في المنزل، ويعتمد على الحفاظ على البشره الصحيه واستخدام المنتجات المناسبه وكذلك استخدام الاساس المناسب. واليوم راح نعرف شو موضوع الاساس يا هبه. المكياج طبعا بالتاكيد هو مو قناع للوجه، انما هو فن ابداعي، امتداد للتعبير عن الشخصيه، فعلا يعني يعكس جانب من شخصيتنا، وتوجد اساليب بسيطه يمكن ان تحدث فرق كبير بالشكل النهائي للميك اب. الحديث اكثر عن موضوع محور حلقتنا لهذا اليوم، احدث صيحات المكياج والتسريحات لعام 2022، تنضم معنا في الاستوديو خبيره الميك اب هديل احمد. يسعد صباحك يا هديل. صباح النور، كل عام وانت بخير. سنه سعيده عليك. وانت بألف خير حبيبي. بدايه خلينا نتعرف اليوم اخر صيحات موضه 2022، كون انه احنا هسه على ابوابها وبداياتها. هي الموضه يعني دائما يا اما ترجع الموضه القديمه ويا اما تكون موضه جديده. اوكي. واحنا لازم نكون ويا الموضه. زين. يعني لازم تكون انت تعرفون شنو تريد الزبونه لما تجي او البنيه شنو تريد تخلي يعني. تمام. فموضة المكياج تختلف يعني حسب المناخ، حسب الشتاء، حسب هسه احنا شتاء 22، شنو الالوان المستخدمه في الميك اب؟ هي دائما بالشتاء الالوان تكون لازم غامقه. يعني مو مثل الصيف، الصيف لازم تكون الوان فاتحه، ورديات، بيجيات. الشتاء دائما ماروني كلش، يعني جوزي طوخ هيك، مرات اكو حتى اسود. انا شايفه روج اسود يعني يخلون. فدائما الشتاء يكون المكياج بي يعني غامق، حتى الالوان مال الاظافر او الوان الحمراء. صحيح. جيد. زين، اليوم اغلب الستايلات اللي نشاهدها خصوصا بعالم المكياج، اكو مرات يعني اكو بعض الوجوه انا اشوفها مثلا يكون كلش اوفر، يعني من ناحيه انه المكياج يكون كلش الصاخب او كلش القوي. ومثل ما انت هسه قلت انه فتره الشتاء يحتاجون شويه انه الالوان اللي تكون هي الالوان اللي داكنه، يعني تكون اكثر صحيح. محببه اكثر مما تكون الالوان اللي هي تكون فاتحه. زين، هنا بالنسبه للاشخاص اللي تكون هاي الالوان متوالم بشرتهم، متوالم شلون ممكن انه احنا نقدر انه نتلافى هذا الموضوع؟ عادي يقدرون. هو دائما يعني هي الروج يكمل المكياج كله. يعني هي دائما البنيه لما تخلي الباودر، فونديشن، الاساس، يعني كله عادي يتتحكم بالحمرة. حلو. زين، اكو بشره يعني سمراء ما يلوق لها اللون الاحمر. صح. يعني نهائيا ما يلوق، فاكو يعني تقدر تعوض الوان بيجي يعني ترابيات يرهم. واذا كانت عينها تكون الرسمه مع عينها غامقه او سموكي او فد شيء ثقيل، الحمرة تكون فاتحه عادي يرهم بالشتاء. يعني ماكو شيء عادي يرهم. زين، اليوم جمال الميك اب الحقيقي هو يعتمد على مستحضرات التجميل، البراندات اللي احنا اليوم نشوفها موجوده، وفعلا هي تكون باهظه الثمن، مو بامكان الكل انه يشتروها. صح. يعني اليوم يعتمد جمال الميك اب على استخدام هذه المستحضرات، او اكو مستحضرات بكلفه ماديه اقل لكن تنطي نفس النتيجه. هو كل شيء اكو، يعني انت من تريدين تروحين تاخذين فد شغله اكو لا رخيص يعني ولا غالي كلش ولا رخيص كلش. ويكون هو اصلا يعني لما تخلين على مود انت ما تاخذين الشيء اللي رخيص كلش، انت اذا تريدين تخفين شيء بالوجه، اذا تخفين عيوب، اذا تخفين مسامات او حب شباب او هيك شيء، فما راح تقدرين تاخذين ميك اب عادي. لان انت اصلا مخليته على قد مناسبه. حلو. حيخرب الشكل كله وانت بعدش موجوده ما طالعه. زين، واكو يعني اسعار متوسطه يقدر اي احد ياخذها، بس لازم يكون يعني شغله اصليه. يعني فلازم يعتمدون ميك اب اصلي. اكيد. لانه ممكن ايضا يضر البشره. طبعا. الى تاثيرات يعني سميرة. اولا يضر البشره، ثانيا ما راح يطلع الشكل اللي انت تريديه. انت ناويه تخفين عيوب، فما راح يعني راح يضيف عيوب. عندي يضيفين عيوب. جيد. زين، بالنسبه للاشخاص اللي ممكن انه احنا نشوفهم فترة الصيف طبعا، انه تشوفين انه تتحول البشرة مثلا اذا هي مخلية باودر
شوفين البودر ما شاء الله صار ازرق زين. انا هاي والله بدي اركز عليها. شنو هذا الموضوع انه ليش ده تقلب البشر رغم انه المستحضرات اللي مستخدمه نفسها. مستحضرات هي اصليه واورجينال لكن انه بالمقابل انه هو ده يقلب عندها. هل المشكله هنا مشكله عندها بالجلد؟ لو مشكله انه طريقه توزيع المكياج هي تكون خطا. اي طريقه توزيع المكياج وقلت لك المناخ يختلف بالصيف يختلف عن الشتاء. فان يعني الصيف إلى المكياج الخاص، الشتاء إلى المكياج الخاص، وأكو بشرة دهنية، أكو بشرة جافة، أكو مختلطة. إحنا يعني عادي كل واحد يعرف شنو يستخدم البشرته، ومرات أكو أنت تقول ينقلب المكياج مالتها، هاي تكون بشرتها دهنية، دا تخلي شيء هي ما تعرف إيش دا تخلي الوجهها، هي لازم تخلي فونديشن أو باودر، هذا لازم يكون مات حتى ما يزيد اللمعة بالوجه، ما يزيد الدهن بالوجه، ما راح يقلب عتها. وأكو بشرة هي سمرة كلش تجي تخلي أبيض كلش فراح يصير حد بين الوجه والرقبة بين الإيد، فهذا أكيد حيقلب مجرد يعني شوية تعرق أو شيء حيطقعتها حيبين هذا لون وهذا لون. فهو لازم يعني يكون الألوان اللي تخليه مقارب اللون بشرتها. مفروض يعني بنك عايز غيره ممكن اي والله زين. طبعا احنا اكيد راح نتحدث عن الميك اب اكثر وشو المشاكل اللي تعاني من عندها، خصوصا لما تقولين يخلون درجات تختلف عن لون بشرتهم تعاني من هذا الموضوع كله. لكن خلينا شويه نبلش بالقاعده الاساسيه البيس مال البشره، قاعده البشره. ايش قد اليوم العنايه بالبشره والتنظيف قبل انه خصوصا بالمناسبات والحفلات ممكن انه كل يوم شخص يعتمد تنظيف البشره بشكل عميق. انت ايش قد يعني تنصحين الحفاظ على بشره مثاليه وايش قد لها تاثير على جمال الميك اب؟ طبعا هي لازم تنظيف البشره قبل المكياج. تنظيف البشره بس حتى نوضح لهم التنظيف على ايادي مختصه مو التنظيف داخل المنزل او كريمات العنايه اليوميه. يقدرون داخل المنزل لان هسه احنا 2022 طيب. فيعني قبل كان ممكن اي بنيه تستعين بصالون هسه او مركز تجميل، هسه قاموا يعرفون يعني تطوروا يقدرون انه بالبيت يستخدمون اشياء يعني هي موجوده بحياتنا اليوميه مثلا يعني تنظيفات بشره عاديه، سيرامات عاديه او ماسكات عاديه بالحليب بالقهوه او هيك شيء السكرابات فيقدرون هم يعني اشياء عندهم يعني لبن مرات يخلون للوجه على مود نشا على مود شد البشره. احنا السيدات اي سيضحك كل شيء نسوي البشره كل شيء ايه فيقدرون يعني ايه مو الا يعني يروحون سنتر او مركز تجميل او صالون. هاي لازم يعني هي قبل بس انت تشوفين اليوم التنظيف داخل البشره داخل المنزل بالمواد الطبيعيه والمستحضرات اللي موجوده داخل المنزل نفسها نفس النتيجه اللي يستخدموها مراكز التجميل؟ لا هي لا مو نفسها بس هاي تكمل يعني توفي بالغرض يعني ما مو تعوف بشرتها نهائيا تنتظر الا كل شهر او بالشهرين مره الا تروح مركز تجميل. صدق هسه ذكرت حكاية ذكراني بيها. شنو موضوع الخمرة وشنو فادتها للوجه؟ اي والله العظيم عفت كل المستحضرات اي سرحت على لا والله صدق الخمرة شنو فادتها؟ انا يعني ما مسويتها بس سامعة بيها انه هي تشد وشوية تنفخ يعني عجينة هي تقريبا مدبدبة من انت دبة زين اوكي زين. اليوم مثلا اليوم احنا نشوف مثلا اكثر المستحضرات التجميل اللي موجوده من ضمنها حتى الاصليه هسه مثلا اليوم يعني مثلا انا مثلا اليوم مثلا اي بنيه لما تريد مثلا شيء مناسب لها كيف ممكن انه تعرف انه هذا يوالم بشرتها؟ كيف ممكن انه تقدر تعرف انه هذا هو الدرجه الصحيحه والدرجه الاساسيه اللي ممكن انه هي تستخدمها؟ يمكن هاي الاشياء اكو بعض من البنات هي تكون على الفطره يعني ما عندها ذيك الخبره الكافيه بحيث انه تعرف درجه لون بشرتها ايش قد. وانا بالعاده يعني ما اعرف يعني يكشفون على الايد، هل هاي الطريقه هي صحيحه ام هاي الطريقه خطا ممكن انه تكون الايد يعني شوفي معلوماته يعرف الرجال ما يعرفون الميك اب لا يعرف هي تقدر يعني الايد مقارب لونها للبشره تقدر تقيس هيك شيء او تقدر اذا كانت ما تعرف ماكو وحده ما تعرف شنو بشرتها وشنو تستخدم تسال اكو ناس فطره نقول اوكي تسال الكوزمتك اللي هي حتاخذ منه انه انا هاي لون بشرتي شنو اخذ ممكن هي اكو ارقام يعني 1 2 يعني شوف هي شنو راح تختار.
زين هديل تحدثت انا وانت على تنظيف البشره قبل كم يوم تنصحين طبعا كل نفس اليوم لانه انت تواجهين اكيد هذه المشاكل تكون بشرتها يعني متعرضه للجفاف اكيد بسبب التقشير قبل كم يوم تنصحين خصوصا اللي عندهم مناسبات قبل ما يروحون على اي اخصائيه ميك اب حتى يسوي لهم الميك اب المناسب قبل كم يوم يحتاجون يسوون عمليه تنظيف البشره تنظيف البشرة يقدرون يسووه قبل يوم أو يومين عادي ماكو مشكلة بس التنظيف السريع اللي هو قلت لك بالماسكات اللي والتنظيف اللي يكون عميق التنظيف اللي يكون عميق ما مرات شيء قبل مرات هايدرو فيشل احنا كلنا نعرف الهايدرو فيشل من نشتغل الوجه بيه راح يبقى آثار شوية يعني تبقى يوم يومين أكو بشرتهم حساسة يعني احتمال تبقى عندهم أسبوع أو يصير زراقات فأنت شو تنصحين؟ يعني أنصح إنه تنظيف العميق يصير عندهم قبل أسبوع أو 10 أيام يبقى اوكي بس هي ما تبقى على التنظيف العميق اللي سوته وتبقى خلص انا مسويه تنظيف يعني وبعد ما اسوي انتهى الموضوع تبقى فت شهرين انا مسويه تنظيف ما يصير لازم فت يعني فت شيء خفيف قبل الميك اب لان هو بدون كل شيء هم ما دا يجيبون الشيء اللي يوالي من وجههم 100% فاكيد يعني حيصير اشكالات بالباودر بالفونديشن وبكل هاي الامور جيد. ما يرهم لازم ترطيب للوجه قبل المكياج جيد الاساس هو اساس البناء يعني انه لما نبني احنا لازم نعتمد على الاساس تمام استخدام الاساس انتم كمستحضرات لكم ايش قد يطي نسبه انه على مود يثبت المكياج خصوصا انا اتحدث يمكن الاغلبيه يخلون اساس مو الكل الاغلبيه يخلون اساس مو الكل لازم فونديشن لو ما لو يعني قبل بس باودر لا ما في شيء اوكي زين شنو نوعيه الاساس اللي لازم احنا نستخدمها انواع يعني هو حسب اللي يستخدمه يعني حسب احنا نستخدمه احنا مو انتو ها يعني حتى يعني الرجال ما يستخدموا الفونديشن لا اكو رجال يستخدموا بالجانب بالسينما والتلفزيون اي اكو بس شيء خفيف شيء كلش خفيف اي على مود يخفي المسامات يخفي العيوب بس حتى بالاستخدام اليومي لا لا هو اكو ما اعتقد هو اللي يخلي بالاستخدام اليومي اساس لا شيء يسوي استخدام لا لا ما بس بالسوشيال ميديا يعني زين بأنواع معينة يعني مثلا هم نفس الدرجات اللي موجودة لا 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 هي كل درجات يعني انت اي فونديشن اريد ناخذه اليوم بدرجات يعني اكو سمراء اكو بيضاء اكو متوسطة اكو حنطاوية هواي اكو درجات ويبقى حسب الماركات هي كلش هواية ماركات يعني الله يساعدكم والله والنبي الله يساعدكم انا دخلت احنا بس بلشنا هستونا لا والله يعني دخلت على هاي شو اسمه دخلت على فعلا اليوم هو والله العظيم فن يعني وبحر. ايه صحيح ايه زين شلون انت اليوم تقدرين تتعاملين مع الزبونات العنيدات اللي يستخدمون فاونديشن مثلا افتح من لون بشرتهم او ممكن ما تواجهين مشكله مع اللي يحبون اغمق من لون البشره هي هذين عنيدات مريحات كل السيدات عنيدات لا بس اكو فدنه وبتريد الا هذا ما تريد غيره شلون انت تقدرين تشتغلين وهل انه انت تنقادين لذوقها او انه انت لا بالنتيجه اكو اسلوب تفاهم وتقنعيها واللي ما يقنعون شنو تتعاملين وياهم وش قد ياثر على جمال الميك اب اللي انت تستخدمين تمام اكو نوع من السيدات اللي يجون فاكو تجي شيء تقول لك على ذوقك هي ما عندها خبره هنا تبدعين انت انا يبقى ويا ذوقي تطلع كلش حلو واكو بعد ايش استوي تخلين لا خفيف 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 بعدني ما مكمله انتظري ما يرهم هذا الشيء واكو تجيك هي جايبه صوره اريد هذا الشيء نتفاهم نحكي هذا ما يدوق لك لا هذا الشيء زين راح اسويه اوكي هذا الشيء وبالتالي ما راح يلوق لانه اكو عين مبطنه اكو خشم مو نفس الخشم الصوره جابتها اكو شفه مو نفس الشفه اللي جابتها تطلع نفس الصوره وتريد تطلع نفس الصوره احنا نقدر نرسمها اوكي بس ما راح تطلع 100% تمام فراح تقول ما حلوه طلعت خلي اسويك على ذوقي فانا اعاني من هاي الشغله يعني 70% يجون ما عندهم ذوق وما ما يعرفون شو ما عندهم الخبره الكافيه ما عندهم خبره وقافله على فد موضوع معين حلو جيد زين نخلي شويه نركز على موضوع العرس اذا هي الحنة والعرس او حتى الخطوبه والمهر تمام يمكن كل وحده منهن لها مكياجها الخاص ولها اكيد ولها ترتيبها زين هنا أنا شو طبيعه اللي مثلا الديزاينات اللي ممكن انه احنا نستخدمها مثلا على العروسه اذا مثلا بالعرس
وهل انه بدينا نرجع الى الكلاسيكي، يعني مثلا الاشياء اللي تكون هي اكثر هدوء اكثر ما تكون اكثر صخابه؟ طبعا هو المكياج كل ما يكون هادئ كل ما يكون حلو. هادئ مو يعني انه ماكو مكياج، لا، تقدر تخلي كلش هوايه مكياج بس الالوان تكون فاتحه او ترابيه. يعني تعرفين قصدي، كلش حلو يطلع. فدائما هم اكو عرايس تجي انا اريد هذا الشيء، هذا الشيء ما يلوق لك، انت سمره، واذا كانت البدله شويه مفتوحه جايبه باودر كلش ابيض. يعني هذا ما يرهم، هي حتى البيضه كلش ما يصير تخلي كلش ابيض. اكيد تمام، لان اقل شيء حيطقعتها. فهم هم معاني من العرايس، بس لازم يعني النيشان اذا كان نيشان او خطوبه مكياجه حيختلف عن الحنه. يمكن هنا الافضل انهن يزوجن بالشتاء. لا عادي، هو صيف شتاء ماكو مشكله. عادي تنصحهم بالاوقات المناسبه؟ لا، مو هي تقول مثلا يعني من ناحيه انه فراز تعرق او شيء ممكن انه يقلب على وجهها، يعني احنا حكينا قبل شويه صح بهذا بس الموضوع. اذا هو قلت لك اذا كان مكياج اصلي ما راح يخرب. على هذا الموضوع بعد ما حد يتزوج الا بالشتاء. الا بالشتاء. زين، ذكرتي مفرده انه انت تقدرين ترسمين الميك اب. الميك اب اللي يغير الملامح تماما وتسوين الفول كفر، برأيك هذا جميل يعني اليوم؟ او انه الاحلى انه اني احافظ على ملامح الوجه لكن ابرز جمالها؟ احنا دائما نحب نبرز الجمال بس ما نحب نخفي الملامح نهائيا. انا عن نفسي ما اخفي ملامح، يعني اللي تجي اغير لها تغييرات بسيطه بس ما اخفي ملامح، تبقى نفس ملامحها، لانه اذا راحت عروسه بغير ملامح حتى ما يندعي عليك. زين، اليوم تشوفين انه الميك اب، حيل الميك اب، اكو بعض الحيل خصوصا الكونتور وهذه التفاصيل اللي يعرفون يستخدمون بطريقه صحيحه، مو كل الاشخاص اليوم يروحون يسوون الكونتور ويخربون الدنيا. يفتح الباب. اليوم هذا الكونتور يغنينا عن عمليات التجميل؟ اكو بعض الحيل؟ حيل الميك اب طبعا. حيل الميك اب. الميك اب مو يغني عن عمليات التجميل، انت حتى اذا سويتي عمليه تجميل راح تحتاجين الميك اب. بس اكو فرق انه الميك اب تجميل مؤقت والتجميل الغير جراحي هذا يعتبر تجميل دائم. فبهاي الحاله انت حتى اذا سويتي تجميل غيرتي شفتيك سويتي خشمك سويتي تكساس سويتي وجنات لازم عندك طلعه ولازم تخلين ميك اب. حلو، ضروري. ضروري. زين، مرات اكو سيدات بالبيت يخلون ما يقدرون يستغنون عن الميك اب. حلو للسيده تهتم بنفسها بكل الاوقات وما تخلي اهتمامها يقتصر على طلعه او مناسبه معينه. اكيد. زين، اليوم اكو حيل الميك اب حتى يستخدموها البنات ويستفادون من عندها قدر الامكان؟ قلت لك هو كل وقت له المكياج الخاص مالته. يعني اكو مناسبات لها مكياج، واكو دوام صباحي لها مكياج. واكو طلعه سريعه مكياجها خاص، واكو بالبيت يعني شيء كلش خفيف وعادي. فهاي ما راح تقدر لو ايش قد ما تشرحين لو ايش قد ما تسوين قدامهم، اكو يعني ربات بيت او بنات بالبيت مو ام صالون ما راح تعرف تسوي نفسه. جيد. يعني الا تروح في مكان معين وتسويها. زين، اليوم الماكيره هي تعتمد على الكوافير لو الكوافير يعتمد على الماكيره؟ من ناحيه مثلا يوم تعرفين يوم انت تبدين ترسمين بهذا الوجه ومثل ما تعرفين هنا لازم ورا ما تكمل لازم تسوي تسريحه، مو صح؟ تمام. زين، هنا انت شلون انه تعرفين انه هذا المكياج يوالم هاي التسريحه وممكن انه راح يطلع ويا هاي التسريحه بشكل احلى؟ احنا ما نقول هذا المكياج يوالم هاي التسريحه، هذا المكياج يوالم هاي البشره، يوالم هاي الملامح، بعدين التسريحه هي راح تكمل المكياج. لانه احنا مرات نشتغل مكياج العروسه او زبونه او اي بنيه راح تقول اشو ما حلو، راح نقولها انتظري حنكمل التسريحه حيكمل مكياجك. زين، هنا يصير اكو اتفاق بين الماكير والكوافير مسبق انه انتم تتفقون على اطلاله معينه؟ ما نقدر نتفق على اطلاله معينه، لان احنا ما نعرف شكل الزبونه اللي حتجي او حتى لا هي زبونه. لا هي من تجي انت تتفقون عليها؟ نتفق عليها، راح نشوف انه شنو التسريحه اللي تلوق الوجه. اكو يجون وجههم بيضاوي، اكو يجون وجههم دائري. ف زين، ممكن انه اليوم التسريحه تخرب من اطلاله الميك اب؟ اكيد. يعني اكو ميك اب يسوي يعني تسوي الماكيره تجي تسريحه ساحبه كلها شعرها وما بيها اي نزله وهي وجهها بيضاوي حيروح كل جماليه الميك اب. فاحنا دائما التسريحات هسه الجديده
كلها نازله او مفتوحه او شنيون بسيط، يعني ماكو هاي السحبه والرفعه والهيج كلها راح، لانه احنا بدون كل شيء احنا بدنا نرسم بدنا نسحب العين للاخر. زين وهاي مسويه حتى هيك هاي شنو يرهم لها مكياج؟ هاي ماكو هيك بعد ها؟ ما عندنا هيك لا عم موجودين شنو اذا اكو تسريحه هيك لازم اكو فد شيء نازل على الوجه، فهذا ما راح يبين يعني. زين شنو علاقة الشعر اللي ينزل على الوجه رابطة لازم لازم يعني هي حتى لو كان وجهها دائري او كان وجهها بيضوي من يعني تنزل شعرها شويه يطلع في جماليه اكثر، لانه دائما الصوره او الشخص المقابل حيشوف الشخص من الامام ما راح يشوفه من الخلف. جيد. زين رسمه الحاجب هم لها علاقه؟ يعني مثلا هسه مثلا كحواجب مثلا البلوك مو اسمها هيك صح؟ هو شعر يعني ايش اسوي؟ المهم لا لا هو الحواجب البلوك اكيد يعني. اكو اكو ديزاينات هوايه هسه اللي حاليا موجوده. زين زين هاي هم لها تاثير انه باطلالتها يعني بحيث انه هي تكون مثلا يعني اكو بعض البشرات يعني مثلا ما توالم وجهها يعني مثلا هسه هبه مثلا قاعد لها مثلا جزء غير هبه ما يقعد لها مثلا هذا الحاجب، ممكن انه انت كماكياج ممكن تنصحيها بهذا الموضوع؟ طب حاجب هبه يعني او مثل حاجبي يرهم عادي كلش حلو يفتح الجفن، بس اكو هي تجي اساسا ما مسويه تاتو ولا هي حاجبها ولا عندها جفن ويكون الحاجب نازل وتجيب رسمه انا اريد سحبت عين هيك وهي عينها مبطنه، فانت ايش راح تسوي بهاي الحاله؟ يعني خلي نفسك بمكان. الله يساعدك. والله العظيم. زين اليوم بالاطلالات الحديثه وصيحات الموضه الوان الشعر تجي بنفسجي احمر زنجاري الوان مختلفه من الشعر أكيد. وهي تكون تحتاج اطلاله مثلا ملكيه يعني تكون نوع من الرقي، ايش قد راح انت تعانين انه انت توازنين يصير اكو توازن بين الوان الميك اب ولون شعرها خصوصا اذا كانت عروسه، ايش قد تعانين من هذا الموضوع؟ اكو الوان ما شعر ما ترهم البشرتهم خصوصا هسه بهاي الفتره الاخيره اللون البرتقالي النحاسي الصريح نحاسي لا برتقالي مو نحاسي حتى برتقالي وعن نحاسي النحاسي قصدك من تدرجات اللون الاحمر لا لا لا, لا, لا. الاورنج يعني هو النحاسي من أورنج. بالغسل حيطلع عندك برتقالي كانما قصر بدون اي رنز يعني قصر خالص فهاي ما ترهم يعني تجين تقولها انت امرات بيوم العرس اقعد اغير الوان شعرهم اقنعهم لانه اكو لون حتى لو تشسور وتسوي تسريحه ما راح يرهم يطلع ما حلو بس اكو لون بدون شسوار بدون تسريحه هو حلو ولايق على البشره زين حتى لو مكيجت غيرت شكلها شويه سوت تسريحه ما راح يبقى حلو لانه برتقالي كلش او صح. هذا الوردي اكو وردي اكو هذا البنفسجي على ثلجي واكو اكو اكو هذا النص ونص نص اسود ونص احمر هاي هسه جديد يعني قبل يوم ما شفت هيك يعني حاله نص هذه قدله وهذا النص اسود هذا النص احمر يعني ممكن انه فعلا اليوم مقدمين نصيحه للبنات مو كل الاشياء اللي يشوفوها على مواقع التواصل صحيح. الاجتماعي من خلال عارضات الازياء اللي يقدموها اليوم هذه شركات تبين تسويق تبين جمال الصبغه مو بالضروره انه هي تكون موضه وتعتمدوها لا دائميا خصوصا راح يضرون شعرهم يعني الاحمر الصريح او الشقارات كلها يحتاج لها سحب أكيد وتتلف أكيد الشعر وبالنتيجه راح تكون نتيجه مو مؤقته هي اكيد او ممكن انه تلاحظين انه مثلا يعني اكو بعض الاشكال ممكن ترهم وياهم هذه الصبغه او هذه القصه من الشعر بس مستحيل انت راح تكون بعض الاشخاص احسنتي اي احسنتي واكو بعض الاشخاص تشوفين انه لا ما يرهم منهم هنا أنا أنت مثلا إذا يصبغ أحمر منا وأصفر منا أنا زين بسؤال أخير إلوش حتى نختم فقراتنا لهذا اليوم ونكمل بتكملة باقي الفقرات أنت عندك موهبة الميك أب أن تكوني ماكيرة من الصغر واشتغلتي عليها أو عندك مواهب أخرى؟ أنا خريجة بكالوريوس قانون أي بس أنا أحب مهنة التجميل والميك أب وأحب هذا المجال يعني كلش هواية تعبت على نفسي وسافرت وأخذت دورات وحاليا يعني عايفة القانون يعني هي هذه موهبة كانت موجودة وأنت أحبها كلش أي وتابعت على السوشيال ميديا وتابعت المشاهير وشفت أنه يعني دائما أحب أتابع هالشيء شغوفة بهذا أي كلش المجال. أحب هذا الشيء وكبرت بمجال يعني الحمد لله وعندي متابعين واخذت سنتر يعني خاص كل التوفيق يعني كملته يعني اسنان وتجميل وصالون ان شاء الله كل التوفيق لك تسلم كل التوفيق
طبعا يا عيسى، انا كان هذا سؤالي، الهدف من عنده انه احنا مستمرين معاكم لتكمله باقي الفقرات، وكل شخص عنده موهبه يحب ينميها. تقرير مع نوار، خلينا نشوف شنو مواهبكم وشلون نميتوها الى هناك.